التاريخ التاسع من آذار مارس من عام 1917، بانكو فيلا المكسيكي يشن هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية. قامت عدة مئات من قوات حرب العصابات المكسيكية تحت إمرة بانكو فيلا بعبور الحدود الأمريكية المكسيكية ومهاجمة كولومبوس المدينة الصغيرة في نيو مكسيكو، وأدى هذا الحادث إلى مقتل 17 أمريكية وحرق نصف المدينة. وأصدر الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون أوامره للجيش الأمريكي في المكسيك بالقبض على الزعيم المتمرد حيا أو ميتا. وقبل غزوه للولايات المتحدة كان بانكو فيلا معروفا لدى الأمريكيين بأعماله الجريئة خلال الثورة المكسيكية. ففي عام 1914 وبعد استقالة الرئيس المكسيكي فيكتور يانو هيورتا، دار قتال بين بانكو فيلا وحليفه الثوري كارانزا على الحكم. وفي نهاية عام 1915 تم إبعاد فيلا إلى الجبال في الشمال، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالجنرال كارانزا رئيسا للبلاد. واحتجاجا على دعم الرئيس ويلسون لكارانزا، قام فيلا بإعدام 16 أمريكيا في سانتا إيزابيل بشمال المكسيك. فأمر الرئيس ويلسون بإرسال حملة إلى المكسيك لاعتقال فيلا وتفريق مجموعته، حيث تكونت الحملة آنذاك من قوات أمريكية قوامها 10,000 جندي. لكن الحملة التي استمرت قرابة العام باءت بالفشل، وانسحب الأمريكيون من المكسيك، وظل بانكو فيلا مستمرا في أنشطته شمال المكسيك حتى تولى أدولف دولاهيورتا السلطة في المكسيك، وبدأ في إعداد دستور إصلاحي للبلاد. وعقد فيلا اتفاقا وديا مع هيورتا، وافق بموجبه على التقاعد عن العمل السياسي. وفي عام 1920 أصدرت الحكومة المكسيكية أمرا بالعفو عن فيلا، لكنه اغتيل بعد ذلك بثلاث سنوات بمزرعته في برال.